Aradargan at O rotates with the angular velocity theta dot equals 0.1 rad per second and angular acceleration 0.025 rad per second squared at the instant theta equals 45 degree. As it follows the motion of the car traveling along the circular road having a radius r theta 200. Determine the magnitudes of velocity and the acceleration of the car. طبعا مفيش طالما r constant يبقى ال r dot اللي هي ال vr وال r double dot اللي هي هتدخل في ال ar بتساوي صفر. عندنا الثيتا دوت مدهاني والثيتا دبل دوت برضو مدهاني. نقدر نطبق القوانين على طول. عندنا الفي ار اللي هي الار دوت بصفر والفي ثيتا اللي هي ار ثيتا دوت هتساوي 200 في 0.1 يعني 20 متر بير سكند. اذا ال v هتساوي 20 متر بير سكند. بالنسبة لل ar ال ar r double dot ناقص على ما أتذكر r ثيتا دوت تربيع وال a ثيتا r ثيتا دبل دوت زائد 2 r دوت ثيتا دوت. طبعا دي عندك في مبرشمها أو عندك في الشيت. r دبل دوت بصفر ناقص ال r 200 في 0.1 تربيع يبقى كده ماينس 2 متر بير سكند تربيع. الار ثيتا دبل دوت هنا 200 وهنا 0.025 والار دوت بصفر. معنى كده 200 في 0.025 اداني 5 متر بير سكند سكوير. اذا الاي اللي هي الجذر التربيعي ل AR تربيع و A ثيتا تربيع هتساوي 4.529 يبقى الجذر التربيع 29 فطلعت 5.39 متر بير سكند سكوير. يبقى ده مطلوب وده مطلوب.